ولو كانت شبيب حتى واحد ما صرح به في الاول ديال العام من ضمنهم العامري حتى هو ما صرحش بهذه القضيه هذه. اذا انا تنقول انا هاد المسؤولين اللي ما بغاوش يقوموا بانتدابات لاسباب كيعرفوها هما والعامري لقى راسو في مأزق واضطر يعتمد على الشباب خصوصا انه وقع عليه بعض المشاكل مع بعض اللاعبين. هنا الخطا ديال السي عزيز العامري. السي عزيز العامري منين الناس هادو ما وفروا لك الشروط اون برانسيب ما خصكش توقع مع هذا الفريق مال ولد العام. ماشي هذا وجهه نظر تبارك الله عليك اخويا العامري ما وفرناش لك وراك مقاتل معنا هذه وجهه نظر. لا هو لا واش دابا واش هذه وجهه نظر ديالك انت حيت كاينه وجهه نظر اخرى ديال السيد ما جبنا ليه والو واللعابه الكبار مشاو في حالهم ما بغاوش يجددوا والسيد مع لي جون وهذا وباقي واقف معنا. علاش كيتشكى فين اخويا تشكى ما عمرو ما تشكى. لا انت فاهم السي حاتيم انا عزيز العامري داز معايا السيمانه اللي فاتت غنقول لك لا نقول لك على الوقائع. انت قلت لي كيتشكى عزيز العامري داز معنا السيمانه اللي فاتت مادي حيهضر وجاوبوا السي عزيز العامري وما تشكاش قال لك بالعكس وحنا غنبنوا فريق وحنا غنديروه وحنا غادي بامكانيات ديالنا ما تشكاش. انا لا سمعتي انت فشي بلاصه تشكى انا راه عندي ما تشكاش بالعكس ايوا شوف انا سي عادل انا متبع جميع التصريحات ديال انا كان واش سمعتي معنا السنت اللي فات ولا لا؟ نعم سمعتي معنا ولا لا؟ انا كنهضر على فاش داز معايا. لا ما داز معاك هذيك حاجه انا كنهضر على حاجه ديالي ما كنهضرش على حاجه ديال واحد اخر. ايوا راه ما نعتمدوش على حاجه وحده ما نعتمدش يمكن هذا وجهه النظر ديالك وي خويا حاج. غير مثال في واحد الجريده راه مازال عندنا لاسيكل عندي لاسيكل ديالها واحد الجريده واحد الصحفي كتب قال لك من مصدر مسؤول بانه وقع واحد الاجتماع. واش من لسان ديال عز العاملي ولا مصدر مسؤول؟ لا تيقول لك ما مصدر مسؤول. ايوا تيعرف المصدر المسؤول ونهضروا عليه حنا كنهضروا. واش ما بقاش دابا واش دابا انا خصني نتاكد واش هذاك الصحفي عاد نصيق الخبر اذا ما بقاو نقراو لا جرائد لا والو ما بقاتش مصداقيه دابا في هذه البلاد على هذا الحساب ما يمكنش. انا اي حاجه كنقرا من عند الصحفي انا كنحترم جميع لان الصحفي هذاك هو الدور ديالو. وي عندك الحق. الا قلتي لي شي حاجه سي عادل العمري راه تناخذها لانك انت صحفي. وي وانت كتمشي تجيب الخبر. وي اذا ما يمكنليش انا نقول وقالها سي عادل العمري والله اعلم. وي لا انا قريت جريده محترمه اللي عندها فوق 20 عام. وي مع صحفي محترم تيقول لك بانه في واحد الاجتماع ما بين المسؤولين وما بين عزيز العامري كعطاوه بانه مده في جوج لقاءات ديال اسفي وديال الكوكب يجيب 4 نقاط. سي عزيز العامري باش جاوب هاد الناس هادو قال لهم اودي ما تهددونيش ما تديروش معايا الضغط لانكم نتوما ما وفرتوش ليا الشهور ما جبتوليش اللعابه اللي حطيت لكم لا ليست. هو سيدي مي ما جابوكش لا ليست في الاول العام اش وقعتي مع هاد الناس؟ والتشبيب اللي تنهضروا عليه سي عادل العمري اش من تشبيب؟ واش في وسط الايكول فيها 100 ولا 120 لاعب طلعنا ثلاثه الناس وثلاثه الناس كون ما كانوش هاد المشاكل كنتي غتشوفهم؟ والله لا شفتيهم سي عادل العمري والله لا شفتيهم. انا نقول لك هاد ثلاثه اللاعبين شوف غير الفرقه ديال لي سبور تعطيك الخبر فين كرا فيها الفرقه ديال هادي لي سبور ماشي حتى الجونيور عرفتي لي سبور فهذيك الامل يعني فريق بي ديال السينيور هما الاخرين واخا سي حاتم ناخذوا معنا السي محمد لانه تسال قبل ما ناخذوا معنا وي خويا حاتم حيت معنا السي محمد من بني ملال وتعطلنا عليه بزاف غادي ناخذوا فاصل غادي ناخذوا السي محمد من بني ملال. السي محمد اهلا وسهلا تعطلنا عليك سمح لينا السي محمد ما كاين حتى شي مشكل. الو وي خويا السي محمد وي السي عادل ما كاين حتى شي مشكل ما في سمح لينا لان تعطلنا عليك بزاف موضوع كبير والوقت ما كفاناش تفضل السي محمد. اييه سي عادل ما كاين حتى شي مشكل على سميتو ولكن اللي بغيت نقول لك سي عادل هو نورمالمون كنبداو نشوفوا دابا هاد المشاكل اللي وقع في الملاعب وفي الانديه وداك الشيء ولكن هاد المسائل اللي تطرقوا ليها حتى شي واحد ما تيجبد الدور ديال المسير. حنا دابا تنسمعوا المشاكل ديال اللعابه مع المدرب الجمهور الشغب هذا ولكن تنساو الدور اللي تيقوم به المسير. حتى واحد ما تيجبد بزاف المسيرين لان هو شكون اللي ضعيف عندنا وشكون اللي خلق لنا حنا المشاكل هنا في المغرب هو الدور ديال المسير راه ما كاينش. اللي ما تيكونش المسير راه بين هنا حتى شي حاجه ما كاينش. لان المسير شنو هو المسير؟ المسير هو اللي تيعطي كل شي واحد تيقوم بالدور ديالو. اللعاب راه ما يمكنليش يتدخل في اختصاصات ديال المدرب.
والمدرب ما يمكنليش يتدخل في اختفافات ديال الجمهور ولا ديال الصحافه ولا ديال اي عائق اللي غادي يكون يشكل مشكل ولا شي حاجه، ولكن المسير هو اللي يحدد الدور ديال كل لاعب. اللاعب خصو يجي للتيران ولا للتدريب ولا يقوم بالمقابله ولا شي حاجه، فقط المدرب خصو يدير شغلو والجمهور راه يدير شغلو، ولكن المسير هو الغائب الاكبر لا في المواضيع ديال الجمهور. اللي تنسمعنا الراديو تقريبا 24 ساعه على 24 ساعه، ما كاينش بزاف ديال الناس تيتطرقوا للمشكل ديال المسير. هذا الراي ديالي. شكرا. انا راه سمعت انا قبيله التدخل ديال السي مديحي، مديحي راه صديق ديالي. اللاعب ديما تيبقى عنده المجال مفتوح يقول اللي بغى، ولكن اللاعب تينتهى واحد القضيه بيننا وراه تنتهي الحريه ديالو ولا شي حاجه غير في الاختصاص ديالو كلاعب، ما عندوش الحق هو يقول. شكرا لك خويا السي محمد. ناخذوا معنا بسرعه جواد من الرباط. سي جواد اهلا وسهلا. سي عادل مساء الخير. مساء الخير خويا جواد. تحيه اخويا الضيوف ديالك. ميرسي. وكان بالمناسبه كنقولوا سمير مبروك الرئاسه. سمير ما بقاش رئيس اودي. كريم. ونقول لك واحد الشهاده الحق هذاك السيد. شكون هو السيد؟ سمير فتحي. وشوف حنا هنا ما كنهضروش على سمير فتحي، انا كنهضروا على الجيش الملكي. شكرا لك. ناخذ كريم من كازا. خويا كريم قص لنا شويه من الراديو الله يحفظك. الو وي خويا كريم. كريم من الرباط رئيس جمعيه جمهور العاصمه خويا. مرحبا. كي داير معك الصحه؟ الله يحفظك اخويا كريم. نشكر السي سمير. مرحبا. نشكر محمد انتراد القريه. مرحبا. ديال كارمي. مرحبا. نشكرك على هذا البرنامج ونطلبوا من الله يكون هذا البرنامج فاعل خير على فريق الجيش الملكي. يا ربي امين. ونطلبوا من الله تدوز هذه السحابه كسحابه ديال الصيف مثل ديال الشتاء شاده. خويا دخل واحد التدخل. تفضل. باش هدرتي على الجمهور وكذا. حنا راه تنحبوا الفريق من قلبنا. فهمتيني اخويا؟ وحنا راه عز علينا هذا الفريق ديال الجيش الملكي. ولكن باش تقول تنسبوه راه تيجي شي حاجه منهم هما الناس. اول حاجه شنو هي؟ انا تنطالب في النادي يكون عندنا شي محاور باش نعرفوا مع من تنهضروا. هذه هي الاولى. حنايا مسؤولين على الجمهور وهما مسؤولين على الفريق. وثاني حاجه انا في خريبكه وتنقولها ونتحمل مسؤوليتي. انا في خريبكه بلا كارمي الترا عسكري مباشر ياك، وناض واحد تيخدم مع الفريق وقال لهم جمعوا هذاك الشيء ديالكم الله يعطي لهم الخسران. من تما بدا الصداع، الدراري بقاو مجمر عليه سبوه في خريبكه وشاو تما الرباط عاوتاني داروا هذاك الشيء. فهمتيني عام سيدي؟ راه اللي تيخرج العين منهم هما، وتنتحمل مسؤوليه في هذا الشيء. هما حنا راه مع الفرقه وغنموتوا مع الفرقه ونبقاو مع الفرقه تيدي الله العمر ديالنا. حنا الفرقه راه في الدم ديالنا، راه تنسمحوا في ولادنا ونسمحوا في شغالاتنا وتنتبعوا هذه الفرقه هذه. باش يقول لك راه تنشتموا، راه ما تنشتموا حتى شي واحد وما تنصعدوا حتى شي واحد. فهمتيني؟ حنا راه تنحبوا الفرقه وهما راه عارفين هذا الشيء وتيعرفونا وكل شيء. عطونا غير محاور، كون كان محاور ما يكونش هذا الشيء. شي ما يكون محاور شنو؟ تقدر انت تعطي للجمهور. من يجي عندك واحد من الجمهور يقول لك مال هادو؟ تقول له يا خويا اش كاين واش كاين اش قالوا لنا؟ ولكن راه محاور ما كاينش. معنا نهضروا واش نهضروا مع الكاتب العام مشطون على الوراق ولا نهضروا مع شي واحد؟ تسمعني؟ الو ناس سي حكيم حنا كنسمعوا لك. تسمعني؟ وي خويا كريم. واش نقول لك؟ فهمتيني؟ راه عرفناك انت شنو؟ انت راه بغيتي لنا غير الخير. راه ما بغيتيناش تكون واحد الصوره خايبه على الجمهور ديال الجيش الملكي. راه عرفتك انا ملي تتهضر انا عرفت باغي غير الخير، كاع الجماهير المغرب بغيتي لها الخير. شكرا. ولكن راه خصنا محاور. ان شاء الله. ماشي اللي شي واحد من الجمهور ما يقدرش، واش هذاك من الجمهور يمشي يسول كونر بالحاج ومال هادو، ولا يسول شي نهار القريب يجي يسولني انا، ولا يسول شي سمير، ولا يسول شي واحد العوضو، واش يمشي عند شي نهار القريب يقول لي من هاد الفرقه. احترامي ليه؟ راه يجي يسولني انا خصك يكون عندي الخبر شنو كاين تما. شكرا لك خويا كريم. شكرا. وهذا كنطلبوا منهم محاور وباقي تنقولها. انا تنتحمل مسؤوليتي كرئيس جمعيه الجمهور العاصمه. كنتحمل مسؤوليتي. بغينا محاور، ما بغينا منهم حتى شي حاجه، غير محاور. وحنا مستعدين نضحيو باي حاجه. اي حاجه نضحيو بها. واخا ما كاين حتى مشكل على ود الجيش، على ود الدرابو ديال الجيش. حنا راه عرفناها مؤسسه عسكريه الاحترام ليها. تنحتارموهم كامل، ولكن حنا خصنا محاور. واخا سيدي واخا. شكرا لك خويا كريم. سي كريم باغي محاور. شكرا لك. هضرنا على التواصل.
الوقت البرنامج فخدينا عاوتاني من عند ليلى تسمح لينا ناخذ كلمه اخيره من عند الضيوف ديالنا. سي سمير كلمه اخيره. بحال اللي قال كريم اللي دخل الان كنتمنوا تكون هذه سحابه عابره والجمهور كان نطلبوا منه باش يعاود يرجع للملاعب تدريجيا وكنطلبوا من الناس اللي كيسيروا النادي باش يوضحوا الرؤيه ديالهم في الفريق باش نعرفوا فين غاديين. وكنتمناو لهذا الفريق اللي هو كاين دابا اللي هو فيه الشباب انه ينجح باش يكمل ان شاء الله هذا العام باقل خساره ممكنه باش ربما نبنيو فريق ديال المستقبل. نمشيو عند السي محمد الكحول ديال الالترا عسكري كلمه اخيره. شكرا لك خويا عادل على هذه الاستضافه هذه واخا ما تطرقناش لبزاف الامور لذاك الوقت ان شاء الله مره اخرى غدا ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ونتمنى مسيره موفقه للفريق العسكري ورحنا معاه ديما كيفاش نقولوا في السلوغان ديالنا توجور فيه ديالو. شكرا. نعم. ناخذوا السي مصطفى بن خير نسمعوا كلمه اخيره من عند السي مصطفى. نتمنى فريقي من هنا قدام يعطي ان شاء الله لي زال طراشي يخدموا جام ويتحركوا شويه ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله يكون خير. غادي نختموا بالكلمه ديال السي مصطفى بن خير ان شاء الله يكون خير. قال لنا هذه الكلمه ربحناها معاه اليوم الله يرحم ليه الوالدين على الكلمه. شكرا للضيوف ديالنا. مستمعينا الكرام نتوقفوا مع اغنيه وحنا هنا غير باش نقربوا وجهات النظر. حنا ماشي طرف اي مشكل, حنا غير باش نقربوا وجهات النظر الجمهور والفريق. نتمنوا ان الدعم ديال الجمهور يكون دعم حقيقي. اكيد ان الجماهير اللي كتبغي الانديه ديالها اللي كيدفعها باش دير بعض الاشياء هي الحب ديالها والغيره ديالها. نتمنوا يكون هذا الحب والغيره في اطار المسموح به. غادي نتوقفوا مستمعينا الكرام مع فاصل بعده نواصل.